والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بداية البروجكت بعد هذه بدل يحتاج إنه to develop project charter إن ندخل pre work of project، يعني زي مثلاً benefit plan اللي management أو benefit management plan أو business case أو أي agreements بالإضافة ل OPA أو EIF، أوكي؟ فدخلها للبروجكت شارتر يطلع لنا ايش؟ بروجكت شارتر، يطلع بروجكت شارتر، دخلها للدبلوم بروجكت شارتر يطلع بروجكت شارتر. البروجكت شارتر اذا طلع بيدخل معانا يروح فين؟ يروح للخطه الام، اوكي؟ يروح لبروجكت مانجمنت بلان، اوكي؟ ايضا يروح فين؟ يروح لاي وحده بلان، يروح لهذه هذه 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 كلها، اي وحده بلان يروح لها شارتر. احنا طبعا غطينا هذه بالكامل، تمام؟ وننتقل الان الى 4.3 اللي هي اول بروسيس في الاكسكيوتنج. قبل البوينت قبل البروسيس هذا في ميتنج مهمه ايش هي؟ فاكرينها؟ كيك اوف ميتنج. يا سلام عليكم. بعد ما يكون في اجريمنت على الكيك اوف ميتنج وخلاص نتفق كلنا، يبدا الانطلاق بايش؟ دايركت اند مانج بروجكت ورك اللي هو تنفيذ المشروع. خلاص تنفيذ كل ما تم التخطيط له، اوكي؟ العملية هذه بيبدأ يطلع منها شيء مهم اللي هو ايش؟ Project أو Work Performance Data. هذه الداتا تطلع من فين؟ من هنا، وهي مهمة الداتا، هذا أهم شيء. ليش؟ على أساس نبني الداتا هذه بنروح تروح فين؟ بتروح لكل اللي Control Process، بتروح لكنترول سكوب، تروح لكنترول سكيدجول، تروح كنترول كل هذه تروح لها داتا، تمام؟ جود. بيطلع من الداتا هذه ايش؟ كل الداتا بالبروسيس هذه يطلع منها ايش؟ لان دخل لها داتا بيطلع منها انفورميشن. يا سلام عليكم، بيطلع منها انفورميشن. جود. انفورميشن تروح تدخل فين؟ ها شباب انفورميشن تجي هنا، تدخل للمونيتور اند كنترول بروجكت ورك. اللي شغال هنا يا شباب اللي هم البروجكت تيم، اوكي؟ اللي وجوده اكثر هنا اللي هو بروجكت مانجر، وجود اكثر هنا مونيتور اند كنترول بروجكت ورك. فتجد ان الانفورميشن تخش هنا فبيصير لها اناليسيس عشان تطلع ايش؟ ريبورت. هي تدخل انفورميشن، انفورميشن ايش معناتها؟ معناتها انها تحويل الداتا اللي هي بيانات خام وارقام الى ايش؟ معلومات. معلومات الداتا معنا، وتصدر احكام على هذه الارقام. فبتجي هنا الاحكام اللي طلعت هنا تتحول الى ريبورت، تقرير. ايش اللي المفروض يكون؟ اجراءات تصحيحيه. الريبورت هذا يروح فين؟ اهم حاجه يروح فين؟ يروح لبرفورمانس انتجريتد تشينج كنترول اللي هو بي اي سي سي، تمام؟ بي اي سي سي. البي اي سي سي هذه اللي قلنا القلب النابض للمشروع، فيها بورد اللي هم مين؟ فاكرين؟ لا، البورد اللي فيه مهم جدا.